أعزائي مشاهدي قناة المعرفة، مرحبا بكم. سنتحدث اليوم عن معنى اسم من الأسماء الجميلة. معنى اسم عدنان. عدنان هو اسم علم مذكر أصله عربي، وهو مشهور جدا في العالم العربي والإسلامي، ويعني دائم البقاء، المقيم، المستوطن، وهو مشتق من العدن، بمعنى أن تلزم الإبل المكان ولا تبرحه، وهو من أجمل أسماء الذكور. صفات حامل اسم عدنان. من الصفات الجميلة التي تميز حامل اسم عدنان هو الذكاء الحاد والتفوق في دراسته. شخصية هادئة، تحب الجلوس في المناطق الهادئة وتكره الزحام والضوضاء. طيب القلب، يساعد الناس ويقف بجانبهم في أصعب الظروف. شخص مغامر، يتحدى الظروف ليصل إلى أهدافه. الشجاعة والقوة، ولا يخاف من أحد سوى الله عز وجل. شخص اجتماعي، لديه العديد من الأصدقاء. هل تجد هذه الصفات تتطابق مع من يسمى باسم عدنان؟ وما هو الاسم الذي تريدون أن نكتب لكم عنه في المرة القادمة؟ شاركونا بتعليقاتكم. دمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.